سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم سبعة من أروع المنازل المتنقلة الموجودة في العالم. سابعا، انتجرا كوتش كورنر ستون. تعادل انتجرا كوتش كورنر ستون سعر منزل جميل وسط الريف الإنجليزي. هذا المنزل المتنقل رائع جدا، يصل وزنه لأكثر من 24 طنا، وهو بطول 11 مترا وارتفاع 3.94 مترا. هذه السيارة المتنقلة متوفرة في ثلاث إصدارات، B45 والG45 والK45. تم تزويد وحش الطريق هذا بمحرك قوته 600 حصان وخزان وقود سعته 567 لترا، وهو مجهز كذلك بحمام حقيقي وسرير كينج سايز، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل. تعتبر هذه السيارة المتنقلة كجناح فندق متنقل، كما أنها مجهزة بأحدث تقنيات القيادة والترفيه. سادساً، كونتري كوتش ماغنا. منزل متنقل ضخم آخر لشركة كونتري كوتش، تم تزويده بمحرك قوته 650 حصاناً. كما تم تزويد هذا المنزل المتنقل بنظام GPS غارمن وجهاز استقبال للقمر الصناعي ومطبخ مجهز بالكامل وسرير كينج سايز وغطاء شمس كهربائي مرتبط بألواح شمسية لإنتاج الكهرباء الخاصة بالمحرك. إنها حقا رائعة. خامسا، يونيكات MD58HV فاميلي. إنها ليست سيارة تقليدية، ولكنها ببساطة السيارة المثالية إذا كنت تخطط للذهاب في رحلات برية خلال عطلك الخاصة. إذا كنت تحلم بالسفر براً، فهذه هي السيارة المناسبة لاختيارك. تم إنشاؤها على هيكل سيارة مرسيدس رباعية الدفع، وهي مدعومة بمحرك HP605 وخزان وقود سعته 300 لتر، يمكنك من قطع مسافة 3200 كيلومتر تقريباً. كما أن هذه السيارة مجهزة بشكل جيد، إذ تضم خزانا للمياه العذبة بسعة 600 لتر ومطبخ وسريرين بطابقين وسرير كينج سايز. يمكن أيضا تحويل وحدة الجلوس إلى سرير إضافي، وهي مجهزة أيضا بنظام GPS غارمن وجهاز لاسلكي إذا استدعى الأمر استعماله. رابعا، موناكو ديناستي 45P. هذه السيارة المتنقلة مزودة بمحرك Q1000 SSX ديازل توربو بقوة 600 حصان. تعتبر الديناستي 45P قصراً متحركاً يبلغ طول هذا الوحش 13 متراً، وهو مثالي للطرق السريعة ويتيح لك التخييم في مستوى عال من الرفاهية. مجهز بسرير وحمام ومطبخ كامل التجهيز، بالإضافة إلى أريكة وأربع أريكات تتحول لسرير. كذلك يتوفر على أغطية للشمس مدمجة تعمل بالطاقة الكهربائية. عند جلوسك على مقعد السائق داخل مقصورتها الفاخرة، قد تشعر أنك على وشك الطيران. ثالثاً، نيو ماركينج إير. مزود بمحرك Q1000 SSX ديزل توربو، يعتبر هذا المنزل المتنقل ملك الطريق. إنه رمز الرفاهية، مجهز بفسيفساء وأثاث فاخر، بالإضافة إلى سرير كينج سايز وأريكة تتحول لسرير. كما يحتوي على مطبخ مجهز بالكامل، يمكن أن ينتج الكهرباء الخاصة به من خلال 6 لوحات شمسية تعمل على تزويد البطاريات بالطاقة اللازمة. يتوفر على مجموعة ترفيه أساسية متكاملة مذهلة، بما في ذلك تلفزيونين وجهاز روتر لاسلكي ونظاما أوتوماتيكيا لضبط وضعية صحون الأقمار الصناعية على السطح والولوج لجهاز التحكم الخلوي ونظام GPS رائع. ثانيا، فورد ترافل IH45. هذه الناقلة مزودة بمحرك Q1000 SSX ديزل توربو، وهي عبارة عن بيت متنقل أكثر من رائع. يتوفر على سرير بحجم كوين في غرفة النوم الرئيسي، ومطبخ مجهز بالكامل وحمام فاخر، وطقم ترفيه كامل يتضمن نظام أقمار صناعية متحركة وخزانات مصنوعة يدوياً. هذا الجناح الصغير ذو تصنيف 5 نجوم سيسمح لك بالسفر في غاية الرفاهية. وأخيراً، مارك موبيل ليمنت بالازو. إنه أغلى بيت متنقل في العالم. يخت أرضي حقيقي مساحته 13.72 متراً وارتفاعه 4 أمتار. يتوفر على محرك فولفو ذي قوة 600 حصان. يعتبر هذا الموديل الفريد من المنازل المتنقلة الوحيدة التي تتوفر على شرفة فوق السطح. يستخدم هذا القصر المتحرك للرحلات الترفيهية وأيضاً لرحلات العمل.
هذا هو السبب في توفرها على غرفة لاجتماعات العمل وللمناسبات أيضا، كما يمكن استخدامها كغرفة معيشة. هذا المنزل المتنقل يتوفر على جميع أنواع الراحة والرفاهية بفضل ابتكارات تصميمه وخصائصه وعلاقته بالبيئة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.